اسمعيني مليح، ما هي أطول سورة في القرآن الكريم؟ عندك ثلاث اقتراحات. الاقتراح الأول يقول سورة البقرة، الاقتراح الثاني يقول سورة الكهف، أما الاقتراح الثالث يقول سورة النبأ. وعندك 20 ثانية للتفكير. وش تقول أنت؟ سورة البقرة. إيه نورمال مو سهلة. نعم سهلة. سما بلا إطالة نروحو نشوفو الإجابة ديريكت. الإجابة تقول وش تقول إجابة هنا؟ برافو سورة البقرة. قولي لي جاك سؤال سهل؟ سهل إيه. إيه قلت لكم أسئلتنا كاع سهلين درناها ليكم. قولي لي عندك إهداء كش حاجة حابة تقوليها؟ نعطي إهداء لعائلتي وأصدقائي خالتي وقناة صوتي. تحية كبيرة ليك. تشرفت بمكالمتك ولا غير جيتيني كيما صاحبتي شتي كيما نهضر مع صحباتي هكاك. يا عمري صحيتي. يسلمك. باي باي. باي باي أريد. باي باي.